معانا دلوقتي على التليفون مشاهدينا الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس امناء الحوار الوطني. يا دكتور اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. الحقيقه انا محتاجه ابدا كلامي من منذ لحظات كان معايا مداخله مع الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، والحقيقه اتكلم على فكره مهمه جدا، ان هذه اللقاءات بتتم مع ابرز وسائل الاعلام الاجنبيه والعربيه والاسيويه وكل انحاء العالم الحقيقه ومعظمها منذ المرحلة التجهيزية للحوار الوطني، وقال إن في فرق ما بين انطباعات هذه الوسائل الإعلامية من المرحلة التجهيزية حتى هذا اللقاء الأخير اللي احنا بنشوف الصور مع حضرتك ومع السادة المشاهدين على الجانب الآخر من الشاشة. الحقيقة الانطباع ده أو المفارقة دي أو الاختلاف ده حصل إزاي من خلال المرحلة التجهيزية في الحوار الوطني ومن خلال الجلسة الافتتاحية وفيما هو قادم من بداية الحد اللي جاي إن شاء الله؟ طبعاً حضرتك لما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن على الحوار تحديداً في 26 أبريل 2022 اللي هو إفطار الأسرة المصرية، كانت رسالة يعني عنوان إن الرئيس بيدعو القوى الوطنية لحوار سياسي لتحديد أولويات المرحلة القادمة. يمكن دي كانت رسالة يعني رسالة عامة جدا، وطبعا بعض الناس بدأت كل واحد يفسر الموضوع، طب ما هو الأهداف؟ طب ما هي لماذا هذا التوقيت؟ واحنا بدأنا نحلل التوقيت ده كان على أساس إن الدولة المصرية الحمد لله بدأت تستقر، الحمد لله النمو الاقتصادي مرتفع، أو الحمد لله ما فيش إرهاب. في نفس الوقت الرئيس داخلين احنا على جمهورية جديدة لأرسى داعمها فخامة الرئيس، وكان حريص بكل الحرص ان يعني ياخذ راي الشعب، مش مؤسسه من مؤسسات او سلطه من السلطات، يسال راي اطياف الشعب المصري في رؤيتهم للمرحله القادمه، وده فكر إراقي جدا وغير مسبوق. يعني هذا الحوار قولا واحدا غير مسبوق في الدوله المصريه، مرت احنا بنشارك العمل العام اكثر من 50 سنه، وطبعا كان في حوارات متعدده ولكنها حوارات محدوده في قضايا معينه، قضيه اقتصاديه، قضيه اجتماعيه وهكذا. ولكن هذا الحوار الشامل الجامع المفتوح للجميع، فطبعا الخطوة الأولى أما الأمانة الفنية بدأت تتلقى طلبات الناس، فوجئنا بعدد رهيب جدا، 196 ألف يعني مداخلة و196 رأي و196 يعني من الشارع المصري يا دكتور، صح؟ من الشارع المصري، من كل أطياف الشارع المصري، ودي كانت يعني وإحنا أعضاء مجلس أمناء، وبالمناسبة تشكيل مجلس الأمناء اللي هو كان 19 فضلا عن أمين اللجنة الفنية ومنسق العام، يعني كان في طبعا يعني تباين في الفكر في الرؤيه في السن في التمثيل، ودي ولكن الحمد لله بدانا في الاول كنت طبعا في توجه سخيفه، وطبعا هذا الحوار ده هيروح لفين؟ ايه مخرجاته؟ الحمد لله بدانا نشتغل وبدانا نمسك الملفات ال 196,000 قضيه، حولناها الى محاور ثلاثه، محور سياسي، محور اقتصادي، محور مجتمعي، وبدانا نعمل ليل نهار 24 جلسه، اقل جلسه فيهم كانت بتستغرق من 6 إلى 7 ساعات اقل جلسه. وبدانا نعمل تحليل موضوعي لكل القضايا، يعني على سبيل المثال لما بدانا نتكلم عن المحور السياسي، ما هي اهتمامات الشارع المصري بالعمل السياسي؟ سؤال مهم جدا، حطينا في اولوياتنا او اللي احنا جالنا فعلا نمره واحد، الناس بتبحث عن مبشر حقوق سياسيه، رؤيتهم في قانون مجلسي النواب والشيوخ، رؤيتهم على استراتيجيه وطنيه لحقوق الانسان، الناس كلها بتتحدث عن المحليات سواء قانون الإدارة المحلية أو قانون الانتخابات المحلية. طبعا ده حضرتك يعني أو حضراتكم استو نتيجة المقترحات اللي جت من الشارع المصري. طبعا احنا لم نتدخل سواء في المحور السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي، احنا لم نتدخل قولا واحدا، احنا كنا عملية تنسيق وتنظيم للعملية. أما احنا كل اللي جالنا من الشارع، ال 19 قضية رئيسية وال 113 قضية فرعية، دي رأي الناس. دي نقطة مهمة جدا يا دكتور، يعني دي لازم توصل للناس بشكل كبير، ان كل القضايا المطروحه دي من الشارع المصري نفسه. اي مواطن مصري لو بدا كمان عرضنا عليه 113 لن يكون هناك في مثلا 114، لان ما فيش قضيه، يعني لو كلمت عن قضيه التعليم مثلا، اي قضيه تعليم هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن المدرسه الموجوده، عن الكتاب المدرسي موجود، عن المدرس موجود، عن المنهج موجود، عن البنيه الاساسيه، عن التعليم الفني، عن التعليم الجامعي، عن التعليم ما قبل الجامعي، عن التعليم الازهري، عن التعليم الخاص، عن التعليم يعني الاهلي، كل دي موضوعات. لما بتكلم على الصحه حاليا موجود منظومه التامين الصحي، المنظومه الصحيه، لما بتكلم على القوى البشريه، هو ليه الدكاتره بتهاجر؟ هو ليه التمريض بيهاجر؟ السياسه التعليم الطبي، السياحه العلاجيه،
يعني تقريبا ما فيش أي موضوع ممكن عمل أهلي. قانون تنظيم العمل الأهلي، أخباره إيه؟ قانون 49، إيه المعوقات اللي بتعوق العمل الأهلي؟ التعاونيات، إيه المشاكل في التعاونيات؟ النقابات المهنية، النقابات العمالية. يعني بقول لحضرتك يعني حتى المطالب الفئوية موجودة على طاولة النقاش. طبعًا طبعًا. يعني مش مجرد قضايا رئيسية فقط. حضرتك بقول لحضرتك دخلنا في تفاصيل وتفاصيل التفاصيل، ما سيبناش قضية القضية السكانية، بنتكلم عن ارتفاع معدل المواليد، خصائص السكان، توزيع السكان. يعني كل قضية من قضايا، وعشان كده كل موضوع من اللي أنا قلته ده هيبقى جلسة واثنين وثلاثة، وبعدين صحيح. هي مش هتبقى مكلمة، لن تكون مكلمة، ولكن هيكون إحنا مشخصين المسائل، إحنا عايزين روشتة العلاج. كل قضية من اللي أنا كلمت عليها ديت، ما هي روشتة العلاج؟ ما هو المقترح بمشروع قانون؟ ما هو تعديل القانون؟ ما هي سياسات جديدة؟ ما هي قرارات تنفيذية جديدة؟ كل ده هنبعته يطلع لمين؟ رئيس الدولة. رئيس الدولة هو الحكم بين السلطات، وهو طبقا للمادة 122 من الدستور هو لا يستطيع أن يحول هذه الموضوعات إلى برلمان بغرفتين أو لمجلس الوزراء. فهذا الموضوع يعني جد جد بجد لا، وفي بيبقى حاجات فورية يا دكتور طلعت زي الإشراف القضائي، يعني أعتقد أن احنا مش هننتظر في بعض الأمور الطارئة حتى نهاية الحوار الوطني، يعني هناك لا 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 سرعة لا لا لا. في التنفيذ في بعض القرارات المصيرية واللحوحة على الساحة. احنا اتفقنا حضرتك على الآتي، أي محور من المحاور أو قضية من قضايا انتهت ممكن يتم رفعها لإقامة الرئيس. السيناريو إن بعد المحور ما يخلص أو اللجنة تخلص، مجلس الأمناء هيتعرض عليه الأمر، ممكن جدا يتم رفعه. موضوع الإشراف القضائي مجرد اللي احنا ناقشناها كقضية، وهي قضية تحتاج تعديل في القانون، فطبقا للمادة 210 من الدستور إن كان المفروض 10 سنين للهيئة الوطنية للانتخابات تشكل انتخابات، ولكن رأينا من الموائمة ومن رغبة الجماهير كلها أن يتسمى الإشراف القضائي تبلغ من ضمانات بالشفافية بالنزاهة بالموضوعية. صحيح. فإحنا تناولنا هذه القضية ورفع وقود في 24. الحقيقة الانعكاس ده يا دكتور طلعت هي فكرة إذاعة كل هذه الجلسات إن شاء الله فيما هو قادم، سواء كان كل يوم حد وثلاث وخميس إن شاء الله من جلسات الحوار الوطني. أنا شاكرة جدا لحضرتك الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني على هذه المداخلة.